مساء الفل يا صديقي، بقى لنا فترة كبيرة كبيرة جدا ما كلمناش فيها عن الربح. ففيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الربح، ازاي تستلم فلوسك، ازاي تحط فلوسك، ايه فكرة الموقع، كل ده هنفهمه واحدة واحدة. فكل طلبه منك انك تركز في الفيديو وهتلاقي كل حاجة سهلة، وانت بقى بتركز يا صاحبي عايزك تنزل تحت نعمل فيديو بلايك وبس. مشاهدة ممتعة. طيب قبل ما نبدا الفيديو ونعمل اي حاجه، الفيديو ده اعلان، كل اليوتيوبر اتكلموا عنه وعملوا عنه اعلان، والموقع ده اولهم بيتريد. عجبتني فكره الموقع ده ففهمها لكم واحده بواحده وكل حاجه هتلاقيها سهله. هديك مثال التطبيق ماشي ازاي. مثلا والدتك لما تيجي تشتري ذهب في يوم ما في اي وقت، مثلا الذهب ده بعد فتره بقى غالي، فلو جت باعته طبعا هتكسب، لو بعد فتره الذهب ده رخص طبعا هتخسر. فدي فكره الموقع او مقاربه ليه. هديك مثال تاني، الدولار مثلا في مصر سعره حاليا 15.5 16، فمثلا انت ممكن تشتري الدولار وهو ب 15.5 وتبيعه وهو ب 16، فبالتالي انت هتكسب. او ممكن انت تشتريه مثلا ب 15.5 يخسر ويبقى ب 15. فدي بقى الفكره، هنفهم كل حاجه وهتلاقي كل حاجه سهله، فما تقلقش. واول حاجه هتعملها لما تيجي تسجل، هتسجل من لينك هسيبه لكم في وصف الفيديو تحت، عشان هيديك ضعف المبلغ اللي هتشحنه. لو مثلا شحنت ب 30 دولار هتلاقي الضعف، هنفهم ازاي دلوقتي. وكل اللي عليك دلوقتي انك ممكن تحمل التطبيق برده من اللينك اللي تحت. او افضل ان انا ادخل على موقع جوجل كروم بالشكل ده، نضغط على التسجيل وهتكتب البريد بتاعك اللي هتسجل بيه بطريقه سهله وتحته الباسورد. نضغط على التسجيل فبتظهر معايا الواجهه دي، وهنا بيقول لك لو انت شحنت 30 دولار هتاخد ضعفهم، لو شحنت 100 هتاخد الضعف. وليكن مثلا هنجرب على 100 دولار، وهنجرب دلوقتي خطوه بخطوه كل حاجه. بعدين هنضغط على ايداع، هيظهر لك شويه طرق تقدر تحط بيها فلوس، ومن ضمنهم بنك سكرل، ولازم اجباري اجباري يكون عندك فيزا عشان تقدر تستلم فلوسك. فقبل ما تبدا شغل عن طريق الانترنت لازم يكون معاك فيزا التسوق عن طريق الانترنت. بتروح لاي بوسطه تقول له عايز اعمل الفيزا دي، طريقه سهله جدا هتلاقيها عاملها لك، هيطلب منك 100 جنيه وهياخدهم منك يحطهم لك في الفيزا بتاعتك، وهتقدر تربطها بالبنك اللي هو بتاع سكرل، وهيبقى ده الوسيط اللي ما بين الفيزا بتاعتك والموقع. فانت تحط فلوس على الفيزا وتاخدها عن طريق بنك سكرل، سهل جدا انك تسجل فيه. بعدين تدخل على الموقع بطريقه سهله، تختار طريقه الدفع اللي هي سكرل بالشكل ده، نختار 100 دولار، بس لازم يكون ساعة من الوقت اللي تم فيه تسجيل. فبعد ما نعمل تسجيل ونختار ال 100 دولار، بتضغط على ايداع وبتدخل البيانات بتاعتي بتاعت سكرل عادي جدا. فبالتالي دلوقتي الفلوس بتسحب من البنك تحط في الموقع. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نشتغل على الموقع ونفهم فكرته. وين الموقع بيديك حساب حقيقي تقدر انك تعمل بيه الشغل بتاعك تكسب منه فلوس زي ما قلنا، او حساب تجريبي تجرب عليه الشغل. بيكون الحساب ده فيه 10,000 تقريبا يورو، مش عارف العمله دي، تقعد تجرب فيه وتفهم السوق. يعني مثلا سوق العمله هتختار مثلا اليورو قصاد الدولار، في خلال دقيقه مثلا هيكون الدولار عامل كام قصاد اليورو. لو توقعت توقع صح هتاخد نسبه. مثلا احنا دخلنا بواحد دولار، وبعدين اخترنا المربع الاخضر اللي هو يكون صعود، او المربع الاحمر اللي هو هبوط. لو كان توقعك صح هتاخد نسبه فلوس زي ما بيكون مكتوب لك. فكده جربنا في الحساب التجريبي، هنجرب في الحساب الحقيقي عن طريق هنضغط فوق ونختار الحساب الحقيقي. وليكن مثلا هنجرب على 2 دولار خلال المده الزمنيه اللي هنستناها دقيقه. بعدين اتوقع مثلا اللي هو صعود، فبتستنى دقيقه وبعدين بيجيب لك النتيجه بتاعتك سواء كانت خساره او ربح. زي ما احنا شايفين الرصيد فوق كان 200 دولار. بعد ما قمنا بالعمليه الرصيد اتغير، نجرب تاني 2 دولار ونحدد اذا كان صعود او هبوط، ونستنى دقيقه ونشوف اذا كنا هنكسب ولا هنربح. زي ما احنا شايفين دي النتيجه. وحاجه مهمه جدا وانت بتتداول، تقدر تغير المؤشرات دي وتخليها لمخطط الشموع عشان تفهم اكتر المؤشرات دي جايه ازاي، رايحه منين، الارباح كانت فين وخسرت راحت لفين. عن طريق هنضغط تحت على الزر ده وتخليها من مخطط المساحه للشموع اليابانيه، فبالتالي بيكون واضح معاك اكتر وبتعرف الخساره كانت فين وبقت فين. اهم حاجه تدرس السوق كويس، تختار العملتين اللي انت تشتغل عليهم سواء كانت يورو دولار او الدولار للجنيه الاسترليني، وتحاول تفهم السوق اكتر، فبالتالي ارباحك هتزيد. فللاسف ما عنديش علم بالتداول قد كده، لكن لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات ممكن ان انا افهمه اكتر واعمل لكم عليه شروحات. دلوقتي بقى يجي دور ازاي تسحب فلوسك من الموقع، وكل عليك هتضغط فوق على الثلاث شرط، بعدين نضغط على سحب، وبعدين بتحدد المبلغ اللي انت عايز تسحبه. وطبعا ما تقدرش تسحب الفلوس البونص اللي هي جات لك، يعني لما انت عملت 100 دولار وجات لك 100 ما تقدرش تسحب الفلوس الثانيه، لكن تقدر تشتغل بيها. والفلوس اللي هتجي لك من الارباح دي
تقدر تسحبها عادي بطريقه سهله وبسيطه. بتحدد المبلغ والبنك وبعدين تضغط هنا انت حولك الفلوس على البنك بتاعك، وتقدر تسحب الفلوس بتاعتك من على بنك سكرل للفيزا بتاعتك بطريقه سهله جدا وبسيطه. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرت اوصله لكم كده بطريقه سهله وبسيطه. شكرا لكل شخص وصل الدقيقه دي من الفيديو، احب اقول لك اني بحبك جدا، شكرا ليك بجد. ما تنسوش تعمل بزر لايك، تشير الفيديو مع اصحابكم على الواتس والفيس، وتشوفوا الاربع فيديوهات دول هيعجبوك جدا. وبس سلام.